يا حلوين، صباح الخير. طبعا انا لحد الان نومي مو راضي ينعفس، واصحى بدري وعادي زي الايام العاديه، ما كان رمضان. المهم اليوم 7 يوم من شهر رمضان، واحس ان رمضان قاعد يمر بسرعه وما قاعد احس فيه اصلا. حتى قبل ما اتكلم اقول لكم رحت اشيك التاريخ اتاكد هل فعلا هو 7 يوم ولا انا غلطانه، بس طلع فعلا 7 يوم. المهم اليوم عندنا فطور، فودي اشارككم تجهيزاتي اليوم. الوقت لحد الآن بدري، فما ودي أتجهز الحين، يعني أحس مرة بدري الساعة 1، فلذلك راح أبدأ أذاكر لين ما يأذن العصر، بعدها راح أبدأ أتجهز. توني خلصت الساعة 3:30 تقريبا. المهم شايفة إيميل جاني كذا، مرة انبسطت عليه وبوريكم الحين. تفون هذه هي. للأمانة كان ودي إنها حطت حسابها بالإنستغرام، وحط لكم حتى اسمها بالإيميل اختصار، بس كان ودي مرة أشكرها اسما. بس شكرا، والله شكرا من القلب. يعني بحطها الحين بقناتي وبنشوف. تفون التغيير، يلا النت عندي مو بس سيء يا جماعة، مرة سيء مرة سيء. ياي والله مرة حلو، الله مرة مبسوطة فيها، شكرا صدق مرة. للأمانة ما عندي وقت الحين، تأخرت، المفروض إني أجهز قبل، سو راح أحط ميك اب كذا على السريع. طيب أول شيء كالعادة راح أستخدم الميك اب، عفوا الفاونديشن اللي أنا أحبه من بوردوا، راح استخدم معاه هذا البرش كذا يجي فلات كالعادة. هذا الكونسيلر اللي دائما نقول لكم عنه من Maybelline Fit Me، سعره مرة رخيص وبرضه حلو. الدرجة اللي انا استخدمها 25. راح استخدم هذا البرش من انستازيا رقم 12. طيب وراح استخدم جل الحواجب برضه من انستازيا، لونه دارك براون. راح استخدم هذا البرش من ماك رقم 204، سلام رقم 224. طيب اول شيء راح استخدم من هذا الباليت. طيب راح استخدم لون برتقالي، ترى ما يطلع برتقالي يعني برتقالي، بس انه يطلع لون. تمام راح استخدم من هذا الباليت، راح استخدم هذا اللون، استخدم هذا الباودر من هذا الباليت، راح استخدم هذا اللون، راح استخدم هذا اللون كذا فرشة تكون فلات. طيب طبعا هذه الجلابية اللي راح البسها اليوم، شكلها كذا ماش بس على اللبس تطلع مرة مرتبة. المهم هي بالعادة دايما البسها بالقرقعان، بس يعني تعرفون هالأوضاع حاليا فبلبسها يعني عادي، مو شرط قرقعان. بس هذا الكعب، صراحة الكعب طويل أحسها شوي أوفر، لكن حلو. كنت بلبس واحد ثاني لونه أسود بس حسيت إنه مرة غلط فلبست هذا. المهم خلني قاعدة أنتظر أشوف أذن ولا لا، شكرا مطول مع إنه مفروض الحين بنشغلها. تعطي كذا أجواء رمضانية. اتوقع هذا السينبون، وهذا اتوقع كيكة او مدري، وهذه مهلبية، وهنا الاكل الرئيسي، هنا حاطين الشوربة، هنا حاطين سريد وورق عنب وسمبوسة ومكرونة وسلطة. الله يا هذه الحركة اللي ما بقى احد ما سواه، بس والله مرة حلوة. ايش بتوري؟ ايش تسوي؟ كذا اسمع انا ايش تسوي؟ عادي خليه يدخل قناتك. طيب ايش بتوري؟ ما ولا شيء. طبعا هم باقي تحت، شكرا مطولين. المهم انا خلاص احس اني تعبت واحس ودي ابدل البس لي شيء مريح،
وبمسح الميك اب حقي، الميك اب ريموفر اللي مره احبه من جارنيه. غير كذا يا جماعه، انا على اساس ان اليوم راح افتح معاكم شيء كذا مره حلو، بس هم كاتبين لي انه راح يوصلني على نهايه اليوم، لكن مع الاسف ما وصلني. كنت مخططه اني بهذا الفيديو راح اوريكم اياه زي كذا، بس والله ما ادري متى راح يوصل. على العموم متى ما وصل باذن الله راح افتحه معاكم. طبعا اكتبوا لي تحت بالتعليقات ايش الشيء اللي تتوقعون انه راح يوصلني. مره مبسوطه واحس اني متحمسه له، ان شاء الله يوصل على خير. المهم بنزل تحت بشوف الوضع وبعد ما امسح الميك اب. طبعا ماما ماما هذا حق احد، تخيلوا ان هذه بسبوسه بقايا الخبز، بس مره طعمها لذيذ. عسل ولد، اتعبني، حطني راسك، حطني راسك. يحب مرة هذا المكان، يحب تحديدا هذه الزورية. شوف،